أقامت وزارة الأوقاف احتفالية بالعام الهجري الجديد 1444 هجرية بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها على الهواء مباشرة. وأناب رئيس عبد الفتاح السيسي محافظ القاهرة خالد عبد العال لحضور الاحتفالية. وحضر الدكتور محمد الضويني نائبا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. ومن جانبه هنأ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد، سائلا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصر، وأن يزيدها أمنا وأمانا وتقدما وازدهارا في ظل قيادة سيادته الحكيمة.